العشاء؟ جهزت كل الأغراض وما نسيت شي؟ لا أمي كل شي تمام. تعرف لازم حط ثياب شتوية. تحسوا ليش الثياب الشتوية؟ لأنه يمكن يكون الطقس بارد بالمكان اللي رايحين عليه، ولازم حط شوية ثياب لسهام كمان. إيدك وين بدك تحطهم؟ ليش عم تاخد كتب معك؟ ساشو إذا كل همك بالدراسة أنت خليك هون ومنروح بدونك. لا أمي كان بدي ورجيكي أني ما رح أنسى دراستي حتى لو أنا رحت على الرحلة معكم. بعرف أنك ذكي وشطور وما بتنسى دروسك. يلا ابني الحلو عم بيساعدني. ساشو ساشو ساشي أنا ما رح أدرس. ساشو شو عم تعمل؟ أنا رح أتخبى عن ستي. ما زالعس بلا ما ناخد ساشو معنا لأنه عم بيعذب أمه كتير. لا لوين عم تخطط تروحوا؟ أمي أنا نسيت خبرك، أنا وجانا وساشو وسوهام قررنا نروح على مهب لشوار رحلة كم يوم. بتروحوا معنا؟ لا ابني في عنا اجتماع مشان نختار رئيس النادي تبعنا، وهالمرة رح يختاروني إلي. إذا أنت بدك ياني روح معكم لازم تحكي مع السكرتيرة تبعي وتأخذ منا موعد. تأخذ موعد؟ إيه بس غير مرة ممكن روح معكم. بعدين أنت ليش بدك تأخذني على مهب الشوار؟ إذا بدك تأخذني خدني على مثلاً لندن، أمريكا، فرنسا، لهنيك أحلى. لندن وأمريكا هدول بتروحي بتزوريهم بأحلامك. زرتهم بأحلامي قبل ما أتزوجك، أما بعد ما تزوجتك اشتهيت أهرب منك لآخر الكون. أنا أصلاً نزعت حياتي كلها بعد ما غلطت ورحت تزوجتك أنت لأنه ما معك مصاري حتى تأخذني لهنيك. شو قصدك بهذا الحكي؟ ها؟ يعني أنا ما عملت شي مشانك؟ شو عملت يعني؟ شو قدمت لي أصلاً؟ شو السعادة اللي قدمت لي إياها؟ حتى ما ساعدتني بتربية الأولاد، شغلتك تشرب من يوم ما تجوزت. أنا اللي بعمل كل شي. هلأ مو وقت الخناق. إيه؟ هو اللي بضل يزعجني ما أنا إلا يلزم حدودها. سكت الأمة. قل لهذا الختيار. هي بتطلع 60 ختيارة. إيه صح نسيت شغلة مهمة، انتو رايحين بكرة ما؟ بدي منك طلب صغير، وزالي هالكرت على كل الناس وانت رايح بالطريق يا ابني. وإذا حدا سألك عنه أي شيء قل له هذا كرت الزيارة لأمي وهو بيتصل. ماشي ابني؟ ماشي. بس أمي أنا رايح بكرة وفي كتير شغلات مهمة لازم يخلصوا اليوم. روح. مرحبا. أهلين مازن. حذر يا شاطر أنا ليش طلبتك تجي لعندي. ليش أستاذ؟ عود. بس يا أستاذ صح هاد. ايه هذا مشروع حلمك رح نبلش فيه بهاليومين. استاذ شكرا شكرا كثير لك. مبروك لك مازن. هاي الصفقة كنت بدي خبرك عنها امبارح، بس انت قلت انه بدك تاخد اجازة فقلت لازم الغي. وانا شفت بما انه بدك تغيب اسبوع فانا بدي بلش بهالمشروع، لهيك خذ القرار. بدك تشتغل بالمشروع ولا بدك تاخد إجازة؟ خمسمائة روبية لبيع الحليب. ايه؟ ألف روبية لفاتورة الكهرباء. تمام. مشان الكهرباء. سبعمية، ستة، خمسة، أربعة، ثلاثة، هدول المصاري لفاتورة الهاتف. فاتورة الهاتف تمام. بس شو عم تعملي؟ ليش عم تحطيهم مع بعض؟ أنا عم بعطيكي كل شيء لحال لحتى ما ينخلطوا مع بعض. دقيقة بس استنيني شوي مشان ما تخربطيني. مرت عمي شو عم تعملي؟ استنيني بس شوي. سوندري سوندري. نعم. تعي لهون. اجيت. انتبهي على كل شيء بتقلك يا جانا واحفظي كل كلمة بتقولها وما تخربطي. ايه حاضر تفضلي. يلا
ايه احكي. هدول مشان بياع الحليب. انتبهي ما عاد تشتري حليب زيادة، ما ضل غير شخصين بالبيت، حرام. اها لوين رايحة؟ ما هبلي شوار. ليش رايحة؟ شمت هوا. مع مين رايحة؟ رايحة مع الجيران. شو قصتك؟ التهي بشغلك وانتبهي شو عم تكفي. مو شغلتك غير تلعي. بس مدام أنا لازم أسأل. ليش؟ منشان أعرف شو بدي جاوب إذا سألتني الناس. سكتي والتهي بشغلك، مو شاطرة غير بالحكي. مرت عمي تركيها، ليش عم تعيطي عليها هيك؟ اسمعي انتبهي على اللي بدي أقوله منيح. هدول المصاري لفاتورة الكهرباء وهدول لفاتورة الهاتف، خليهم منفصلين مشان ما يتخربطوا. ديري بالك. ألو جانا. مرحبا مازن. مازن أنا ضبيت كل الأغراض وجهزت أغراضك كمان، وإذا في شي بدك تاخده خبرني أنا بضبلك يا. لا لا ماشي. مازن فيك ترجع على البيت بكير؟ جانا أنا رح أتأخر اليوم، عندي شوية شغل لسه. مازن إذا بتريد حاول رجع على البيت بكير، لأنه بصراحة ساشين كتير متحمس مشان نروحها على مهب ليشوار، وقال لكل رفقاته إنه نحن رايحين. لو شفته قديش مبسوط، حبيبي ضب كل أغراضه. وبصراحة أنا كمان متحمسة مثله، صار لنا زمان ما رحنا مشوار، لهيك لو فيك تيجي بكير مشان نمشي فورا. ايه ماشي جانا، أنا بحكي معك بعدين لأنه السيد ديكي إجا. ماشي؟ ماشي باي. شو عم تعمل هون؟ أنا أجيت لعندك لأخذ هداك الملف اللي عطاك يا الأستاذ. فيك تقلي شو السبب؟ لأنه الأستاذ ديكي طلب مني أنا استلم المشروع الجديد اليوم، أنا اللي صرت المسؤول عنه. أنا لسه ما قررت إذا رح أستلم هذا المشروع ولا لا، ما بتقرب على هذا الملف لبعد ما قرر. خفت مني؟ هاي بس البداية يا مازن، انتظر ورح تشوف شو رح أعمل. رح أخذ منك كل شي بدي إياه وكل مشاريعك العظيمة بهي الطريقة وأنت عم تتفرج. برأيي لا تتوهم، أنا ما رح أسمح بهالشي. عن جد؟ يعني أنت رح تشتغل بهالمشروع؟ سواء بدك تشتغل هالمشروع أو لا، على الحالتين أنا الرابح هون. إذا حضرتك أخذت المشروع رح تضطر تلغي إجازتك للأسف، ورح تخيب أمل جانا، ورح تطلع كذاب كبير قدام أولادك. طبعاً أنا رح كون مبسوط، أما إذا قررت أنك تتركه للمشروع فوقتها رح استلمه أنا. رح يكون عندي فرصة أنه أثبت نفسي بقوة قدام السيد ديكي، ووقتها رح كون مبسوط أكتر. فكر يا مازن، بغيابك السيد ديكي رح يخليني أنا استلم الإشراف على المشروع. هالشي بيعني أنه هو شاف قدراتي وخبرتي، وهذا الشي رح يخليني أنجح بقوة أكبر، وبعدين رح صير مقرب كتير من السيد ديكي، وشوي شوي رح أخذ مكانك يا مازن. برجع بقلك حاجتك أوهام، فيك تروح من هون. رح روح. بالتصوير بتكبسي الزر لما أنا بعطيكي إشارة. إيه؟ آسفة بس كنت مشغولة شوي. في كم صحفي كانوا عم بيطلبوا مني أعطيهم صوري، لهيك كنت عم بتصور هلأ مشان أبعت لهم الصور اليوم. وبصراحة
ابني هالايام صار مهم كتير ومحط انظار لكتير عالم. معناها اللي لازم يطلبوه هو صوره لمازن. انت هبل شي؟ هنن بيعرفوا انه الام هي المسؤول الاكبر عن النجاح العظيم لابنها، لهيك كنت عم جهز الصور من شوي، وبدي ابعت لهم الصور كمان. فهمتي علي هلا؟ اوهو، نحن ليش عم نحكي بهالقصه كتير؟ شبكون؟ سؤال خالتي سافيتا، وينو دامو اليوم؟ ليش مو موجود معنا بالاجتماع هلا؟ وينو دامو؟ الحقيقه دامو مشغول شوي، هو عم بيتحضر مشان رحله على مهب لشوار. مهب لشوار؟ معقول رايح لحاله؟ كيف يعني رايح لحاله؟ انت مجنونه شي؟ من وين بتجيبي هذا الحكي الاهبل؟ حبيبي دامو مانو رايح لحاله، هو رايح رحلة مع ابني مازن وكنتي جانا حبيبة قلبي. هو من زمان كان حابب يعمل هاي الرحلة، هو بيحب هالستيشن، لهيك قرر انه يطلع معهم. بس مدام هو مو بتخلي تمك مسكر لما بتكوني معي، ما بتحكي اي حرف اذا انا ما قلت لك. يلا روحي حمضي الصور، روحي بسرعة من وشي. هالغبية وين ما رحنا بتضل تقاطعني، هي كتير بتحب الحكي، ما بتعرف تلتزم حدودها لما أكون أنا عم بحكي، لهيك أنا بضل بهدلها. خلونا نبلش، يلا انتخبوا. حلو، اختي سافيتا معقول لساتك بتستخدمي الكاميرا اللي منحط لها فيلم؟ صارت كتير قديمة. شو انتي ما عندك كاميرا ديجيتال؟ ديجي؟ شو هاد؟ غريب، خالتي عن جد ما بتعرفي كاميرا ديجيتال؟ هاي الكاميرا فيها احدث التقنيات، هاي فيها كرت على جنب بيخزن كل الصور اللي بنتصورها. ايه مزبوط، في عنا وحدة مثلها، بس الصور فيها ما بحسهم بيطلعوا حلوين كتير منها. الكاميرا القديمة كتير منيحة ونحنا متعودين عليها، لهيك أنا بستعملها. كل شي قديم بيكون أصلي. إيه؟ خلينا نكمل. وهيك العدد الأكبر من الأصوات بيكون للمدام راسلة. المدام راسلة صارت رئيسة النادي هالمرة. هاي الفاشلة بدها تكون رئيسة النادي؟ طيب ليش مو أنا؟ مو مشكلة، الفاشل بضل فاشل كل عمره. أستاذ كيف فينك تعمل معي هيك؟ أعطيت مشروع حلمي لدرويش؟ مازن، العواطف ممنوعة هون. بس أستاذ، تعا خليني أوضح لك شغلة صغيرة. أنا سبق وقلت لك إني ما بحب أعيد كلامي، ما في مكان للعواطف بقلب الشغل. بدك تروح إجازة بتقدر تروح، لو كان فيني كنت بأخر فكرة المشروع، بس للأسف قرب موعد التسليم. أستاذ، إذا ما قدمنا المشروع بالفترة الجاية العملاء رح يبطلوا، وأنا ما فيني أتحمل الخسارة، لهيك ماني مستعد انطر اي حدا. بس يا استاذ انا عندي كثير افكار، انا صممت هذا المشروع بجهد كبير، اذا بتريد. انا ما قدر جهودك، بس هذا مانو اخر مشروع، في كثير مشاريع لقدام فيك تستلم اي واحد. انت بدك تروح وانا سلمت الشغل لدرويش وخلصنا. استاذ بس درويش مانو الشخص المناسب لهذا المشروع. مازن، درويش مثالي لهالمشروع، أنا اللي بقرر هذا الشيء. على كل حال الخيار إلك، بدك تاخذ الإجازة ولا المشروع؟ استاذ أنا رح أستلم هذا المشروع، ما رح أخذ إجازة، ورح أحاول جهدي إقناع عائلتي بأي ثمن كان. أنا رح أعمل هذا المشروع. ماشي، موفق. شكراً لك.
تفضل أخي. امشي. مرحبا مرت أخي. باندو، شو عم تعملي؟ رايحين على مهب لشوار، لهيك اجيت اتسوق شوي. وشو أخبارك؟ كيف الكل عندك؟ كيفن ماما وبابا؟ الكل مناح وبيسلموا عليكي، وانتي شو أخبارك؟ منيحة ماشي حالي. قوليلي شغلك شو أخباره؟ كمان منيح بخير. عم طلع مصاري منيح وعم أقدر دبر أموري. حلو كتير فاندو. كيف الحلوة الأمورة؟ شو كبرانة؟ تاكلي شوكولا؟ لا مرت أخي، لا تعطيها شوكولا للبنت، سنانها عم بيسوسوا. بتضل عم تاكل شوكولا كل النهار. بس الشوكولا تبعي طيبة وخفيفة وما بتأذي الأسنان. تعي. شو فاندو؟ شو بها ايدك؟ لا ما في اي شيء، ضربت ايدي بالمطبخ امبارح وانا عم اطبخ بس هيك. لا مو هيك ماما، ما عم تقول الحقيقه. هذا البابا امبارح ضرب امي كتير ووجعها. لا مرت اخي مو صح، لا تردي عليها، هي عم تكذب عليكي، ما صار هيك شيء ابدا. عن جد عم تكذب؟ حلفي فيها لشوف، خليني صدق. فاندو أنا دايماً بقلك أنتي بالنسبة إلي مو بس بنت حماي، أنتي أختي الصغيرة. حكي لي فوراً شو القصة. فاندو أجيت عم يعمل فيكي كل هاد؟ اليوم رح حاكي مازن وخبره. لا مرت أخي، إذا بتريدي لا تخبري أخي بهذا الشيء، هو رح ينزعج كتير علي، بس يعرف بالشي اللي عم مر فيه. ما بعرف، بلكي قله شي لأجيت وهو ومعصب. شو هالحكي؟ مرت أخي لا تاكلي همي، خلي الأمور على حالة هلأ، أنا بدبر راسي. بس فاندو ما بصير هيك. بترجاكي لا تخافي، رح أتحمل كل شي، وأجيت رح ينجح، وإلا ما يلاقي شي شغلة يشتغلها مع الوقت رح يتحسن لحتى يعرف إنه غلطان. تعرفي إنه أجيت قلبه طيب كتير وهو بيحبني كمان، بس المشكلة إنه أحياناً بيسيطر عليه اليأس. بس أنا واثقة رح يجي يوم وأجيت يتغير فيه، صدقيني أنا متأكدة، لأنه هو بيحبني من كل قلبه وأكيد رح تتحسن كل أحواله. عندي ثقة كبيرة فيه. بخاطرك أنا بدي روح. شو جبت لك معي؟ انت بتحبي الورد بنتي. بالاول قولي لي انت كيف. انا منيحه ماما، ان شاء الله عجبوكي. وشو هاد عم تشوفي؟ هذا الالبوم قاعد عم تشوفي صور القديمه، شفتي هي عم بتفكري فيني وانا اجيت لعندك. مو انت بتحبي الورود؟ وانا دائما بتذكر انه ابي كان يضل يجيب لك ورد على البيت. ما كنت تحبي الورد؟ قلت لحالي رح تحبيهم لهيك جبت لك ياهم معي. لا بنتي لا مو هيك، صحيح أنا بحب الورد كتير، وحلو الشعور كمان إني شوف حدا عم بيحاول يعبي الفراغ اللي بحياتي. تعي خليني حط لك ياهم عشان. لا لا ما بدي. يلا أمي تعي. لا بنتي خلاص تعالي.
أمي طلعوا حلوين كتير. أنت كمان حطي. أنا؟ لا ما بحبه. أهلين مرت أخي، كيفك؟ أنا منيحة، أنت خبريني كيفك؟ ماشي حالي. مرت عمي؟ الخضرة أنت تاركتيها مكشوفة مشان تعفن؟ على الأقل كنتي حطيهم جوا بالبراد. إيه، بارح ما استعملنا غير شوي منهم، لهيك الباقي كله ضل، فحطيتهم على الطاولة. بس مرت عمي لازم تحطيهم بالبراد مو على الطاولة. لو بالبراد ما كانوا خربوا، يعني كنا على القليلة استعملناهم بشي طبخة تانية. مانو أنا كنت رح حطهم بالبراد الصبح أول ما فيق من النوم. امبارح كنت تعبانة كتير لهيك قلت إنه. مرت عمي رجاءً هاد مانو مبرر بالنسبة إلي. أنتِ رحتي وجبتي من السوق برواز لصورة عمي، وهالشي ما تعبك؟ يعني كنتي تعبتي لو ضبيتي شوية خضرة بالبراد؟ مرت أخي أنتِ شو عم تحكي؟ أمي صارت كبيرة بالعمر، كان فيكي أنتِ تضبي الخضرة وتنهي هالقصة. عن جد؟ هيك رأيك؟ قصدك بعد كل هالتعب اللي عم أتعبه بدك يعني أجي وكمل شغل هون؟ لا أنا ما هيك كان قصدي أبداً. أنت ليش ما بتجيبي خدامة تجي تساعدك بالبيت؟ حلو، جيب خدامة لهون؟ ايه ومين بده يدفع راتبها؟ ليكي راتب تقاعد أبي موجود، أمي بتدفع منه، ماشي؟ وأمك مين بده يدفع لحق الأدوية؟ شو قصدك بهالحكي؟ أنت وأخي موجودين، يعني ما فيكن تدفعوا له؟ بايشو، نحن ما عم نلحق مصاريف للبيت. على فكرة نحن كتير عم ندفع مصاريف للبيت هالكم يوم، كل هالمسؤوليات فوق راسنا نحن. ليكي نحن ما عاد فينا نتحمل مصاريف امك ابدا. مرت اخي شو فايشو انت ليش عم تتدخلي اصلا بيني وبينها؟ نحن منظبط امورنا، واذا انت كتير خايفه على امك وبتحبيها فيكي تاخديها معك وتروحوا فورا من هون. امي يلا تعي معي، ما رح اضلي هون. لا لا فايشو انا ما رح. اذا بتريدي هي أكيد عم تهينك بغيابنا كل الوقت، وهلأ عم تهينك قدامي؟ مشان هيك أمي أنا ما رح أخليك تضلي بهالبيت ولا ثانية واحدة. يلا أمي روحي ضبي أغراضك وامشي معي. يعني ما بعرف شو بدي أقولك فايشو. شنو شو بدك تقولي يا أمي؟ هي عم تعاملك وكأنك خدامة ببيتك، أنا ما رح أخليك تضلي هون أبداً. أنتِ لازم تسمعي مني، نحن لازم نمشي. لا، بكرة بس يرجع أبوكي ويشوفني إنه أنا ماني بالبيت، أنا متأكدة إنه رح ينزعج كتير. أبي ما حدا بيعرف وينه ولا أخباره، ما بنعرف شي عنه. يعني لأمتى رح تضلي ناطرتي هيك؟ آه؟ لا بنتي، أنتي بتعرفي مانو هي لسانة طويل بس قلبة طيب، وأنا ما عاد اسمح لتتجاوز حدودها وتطول لسانة مرة تانية، ماشي؟ بس أنتي وعديني إنه ما تخبري حدا باللي صار، خلي هاد يضل سر بيني وبينك، ما تقولي لحدا. وعديني هلأ يا فايشو، وعديني ما تقولي لحدا. ماشي أمي خلص أنا بوعدك ما رح أخبر حدا بهالشي، وإنتي كمان لا بقى تبكي. أكيد جانا ناطرتني بالبيت، خليني خبرها أني رح أتأخر شوي. عفواً أستاذ، في مشكلة هون.
آسف جانا، آسف لأني إجيت متأخر مبارح. كنتي نايمة ووقت أنا إجيت ما حبيت إني فيقك. أكلت بالأول وبعدين نمت دغري. بعرف إنك رح تلوميني، بس شو أعمل أنا؟ كان لازم روح على الاجتماع بكير، لهيك رحت من دون ما خبرك. وفي شغلة مهمة كمان، كنتي كتير حلوة وإنتي نايمة، لهيك أنا بستك. عن جد آسف مرة تانية لأني رح أتأخر اليوم مثل مبارح. في اجتماع كتير مهم المساء ببلش الساعة 7 وما بعرف إمتى بيخلص. تليفوني رح يكون مسكر. إيه؟ بترجاكي لا تزعلي، بترجاكي جانا لا تزعلي مني. صباح الخير ماما. صباح النور. جهز حالك مشان تروح على المدرسة يلا. لا، نحن عنا عطلة من المدرسة اليوم لأنه الفصل عم ينتهي. طيب ماشي، وأنا رح روح ساوي لك الفطور. أمي بدي أحكي معك بموضوع. قولي. أنا كنت عم فكر إنه روح على بيت أهلي شي يومين. أمي مانا منيحة هالفترة، لهيك قلت لحالي بسألك. ايه روحي حبيبتي، مالك مضطرة انك تسأليني. ايه انتي رح ترتاحي بما انه اجتك هاي الفرصة. يلا بتغيري جو شوي ولا تقلقي على مازن، انا هون. ايه؟ كتير بالي عليه. ايه وهلا صار لازم قوم اعمل لي شي طبخة. امي حبيبتي. لا لا لا، انتي روحي جهزي حالك بنتي على الروحة، انا رح ساويها بسرعة. يلا. اه يا ربي. الرقم المطلوب مغلق أو خارج نطاق التغطية حالياً. موبايل مازن مسكر، كيف رح أقدر خبره بالروحة؟ رح أكتب له رسالة لكان بيقراها بس يرجع. انتي ليش جبتيني لهون؟ صاير شي؟ ليك فينود، انا جبتك لهون مشان ورجيك هدول الوراق. شو هدول الوراق؟ هدول وراق ملكية البيت، كنت بدي ورجيك ياهن ليلة مبارح، بس وقت وصلت على البيت مرت عمي كانت عم تحوم حواليك وما خلتني احكي معك. بس يا مانو شو لازم نساوي بهدول؟ ليك اسمع فينود، انت لازم تخلي مرت عمي توقع هدول الوراق وبعدين بينتقل البيت وبيصير باسمك. مانو شو هالحكي الفاضي اللي عم تقوليه؟ ليش امي لازم توقع على هالوراق؟ أنا كمان بعرف إنه هي ما رح تقبل، بس لازم تخليها توقع عليهم. يا مانو بس القصة مانا بهالسهولة هي بنور. فينود أنا بعرف إنه صعب، بس شوف بدنا توقيع مرت عمي على هالوراق أكيد. لا تنسى إنه وقت نحن ما كان معنا هدول الوراق كنا واقعين بخسارة كبيرة كتير. لا تنسى قدي عانينا. فينود ليك، لو نحن أخذنا هدول الوراق حياتنا كانت تنظمت أكثر من هيك، كان ممكن يكون معنا مصاري شان أي استثمار ضخم، بس ولا شي صار، وهذا كله بسبب مرت عمي. كيف فيك تنسى هذا الشي؟ يا مانو أنا ما نسيت شي، حتى بعد إصراري الكبير أمي زعجتني كتير وهي ما خلتني أرهن البيت وقت كنا بحاجة للمصاري، وزادت المشاكل ضلت تعيد الحكي نفسه إنه هذا البيت باسم أبي والقرار إله ونحن لازم نرجع بيتنا لحالنا. بس أمي كانت عنيدة، هي ما وثقت فيني بنوب. اللي أكتر من سنة عم حاول فهمك فينود. مستحيل إني خلي هاي الفرصة تروح مني. نحن دايماً منفكر بأهلي بس هني ما بيفكروا فينا، وفوق هاد كانت أمي كل الوقت شاغلة بالها بغيرنا، كانت هي عطول تفكر باثنين وهني جانا ومازن. إلى هون وبس، هلأ رح نفكر بس بحالنا، بمستقبلنا وولادنا وشغلنا وحياتنا. فينود أنا بتوقع نفس الشي منك، واسمع تذكر شغلة واحدة بس، لا تحس بالذنب تجاهه ومو لازم تتراجع أبداً.
نحن عم نشتغل الصح فينون، وأصلاً بعد ما تموت أمك البيت رح يكون لإلنا. بس الفرق الوحيد هو إنه هالشي ممكن ياخد وقت طويل، ونحن رح ناخده أبكر بشوي منا. بس طيب مانو، أنت روحي وأنا رح أفكر كيف رح أخلي أمي أتوقع على الأوراق. على أساس ما بدك تجي؟ إيه أمي، ما كنت بدي إجي، بعدين قلت لحالي بيجي وبعمل لك مفاجأة. يلا عادي، بدي حضر شي راكله. أمي لا تعزبي حالك اليوم، أنا بطبخ. مرحبا جانو، إيمت إجيتي؟ هلأ بهاللحظة وصلت. كيفك؟ منيحة، وإنتي كيفك؟ كمان منيحة. تفضلي تفضلي عادي، رح ساوي شي ناكله. لا لا عادي، أنا بساوي. أنا رح أعمل. أمي شو، أنا ضيفة هون؟ أنا بطبخ، يلا قعدوا. عادي أمي. أمي فينود، أنت أجيت؟ ليكي أمي، احذري شو معي، أنا جبت لك هدية. هدية؟ هدية إلي أنا؟ شو المناسبة؟ المناسبة أمي إني ترقيت بشغلي. كتير مبسوط اليوم. عن جد هي أخبار حلوة كتير، إن شاء الله ألف مبروك. ليكي أمي، أنا ترقيت لهيك راتبي رح يزيد، ورح أجيب لك مصروف زيادة، وغير هيك أنت مانك مضطرة تشتغلي بالبيت نهائياً، لأنه أنا رح أجيب لك خدامة تساعدك. شبك أمي؟ شو مانك مبسوطة؟ لا بلا، مبسوطة كتير ابني، مبسوطة لأنه أنت عم بتشاركني معك هاي الفرحة يا ابني. يا أمي، إذا ما شاركت فرحتي معك مع مين بدي شاركها لك؟ اسمعي شوي، ما نمسكي هاد. ليكي ورشي. هي رسالة الترقية. أمي هن أعطوني شوية أوراق بدي توقيعك عليهم. بالعادة هن بيطلبوا توقيع أكبر شخص بالبيت، ولهيك لازم توقعي من شان باشر شغلي بشكل رسمي. أعطيني. بس فينود، هي مكتوبة بالإنجليزي، ماني فهماني ولا كلمة. يا أمي لأنه هي شركة كبيرة، طبيعي يكونوا بالإنجليزي. بعدين أنت شو فارقة معك، يلا وقعي. كمان الشركة رح تعطيني سيارة، في وراء تانية ولازم توقعيهم. ليش لحتى تاخد سيارة إذا أنا وقعت؟ شرح لي يا ابني. أمي خلص بشرح لك كل شيء بعدين، أنت هلأ بس وقعي. إيه بس وين نظاراتي؟ أمي شو بدك بالنظارة، خلص اطلعي هون ووقعي. شوفي وقعي هون. ماشي. مرحبا فينود. امتى اجيت؟ خد اشرب لك كاسة شاي سخنة. جانو انت هون؟ ايه، سهام وساشين كمان اجوا معه. شو اخبارك؟ اموري ممتازة. وطمنيني كيف مازن وشغله؟ تمام، شغله منيح، هو مشغول كتير لهيك فكرت بجيه لهون. تعرفي شو؟ فينود ترفع بشغله. ليكي قديش جايب لي معه هدايا. شو جابه هلا؟ الحمد لله انه ما شافت الأوراق، والا كانت جانو كشفتنا وعرفت كل شيء. جانا؟ مثل العادة، من وصلته ببلش ينادي جانا وجانا. أمي وين جانا؟ راحت على بيت أمها. لا قصدي، أنا بعتها لأنه ملت بالبيت وعم بتضل لحالها كل الوقت، لهيك قلت لها تروح على بيت أهلها، بتشوف أمها شوي وبتنبسط فيها وبترتاح كمان. جانا لازم ترتاح لها شوي. بس يا أمي، حاجة بس وتنقع الفاضي عم حذرك أنا. ها مو حاجة أنت بتضل بالمكتب طول اليوم وأنا مشغولة بلعب الشدة،
برأيك ما رح تمل قد ما بتهتم بالولد وبالبيت؟ لهيك أنا بعتل عند أهلها. شي غريب، جانا راحت على بيت أهلها وما خبرتني. بظن إنه جانا لساتها مزعوجة مني، وإلا هي كانت اتصلت فيني على القليلة، مع إنه موبايلي ما كان مقفول. ليش راحت وما خبرتني؟ أهلين مدام. مازن وينك أنت؟ بالبيت. ليش؟ غريبة، أنت وصلت بكير على البيت، شكلك ما بتحب تقعد من دون جانا. لا مدام أشنا، مو هيك القصة، بس كنت تعبانة شوي لهيك إجيت. أنت عندك شغل؟ عندي شغل، بس بما أنك وصلت على البيت رح نأجله لبكرة. لا ما منأجله، استني أنا فاضي هلأ. بصراحة مازن، بدنا نعمل شوية إضافات بالأمور الداخلية للمشروع، حيكون صعب إنه نسوي الإضافات وقت نجيب مواد الإنشاء كلها. طيب ولا يهمك مدام، أنا رح أجي فورا. لا لا، بالنادر ما توصل على البيت بكير مثل اليوم، إذا بتطلع جانا رح تنزعج منك. لا بصراحة جانا مانا بالبيت هلأ، لهيك رح أجي. طيب ماشي، بس مو بالمكتب لأنه أنا طلعت من شوي من هني. خلينا نلتقى بالمطعم، منتعشى سوا ومنتناقش بموضوع المشروع، ماشي؟ وأنا كمان رح أسأل ديكي إذا بيقدر يجي معنا. إيه ماشي ماشي، باي. مازن؟ ليك مازن اسمعني يا ابني، الأكل جاهز حط لك؟ لا عندي شغل كتير ضروري، لهيك أنا لازم أروح. أنت دائماً معجوق بشغلك وما بترتاح بالمرة. شبك ابني، انتبه على صحتك وقعد شوي معنا يا ابني. بكرة إذا بتسألني جانا ليش أنا ما انتبهت عليك، رح قلها أنا مالي علاقة، وأنت لازم ترد على أسئلتها وتلاقي لها جواب مناسب لأسئلتها. إيه؟ يلا ابني تعال. لا أنا بدي روح، عندي شغل. اصطفي، عملت اللي علي. وينك مانو؟ نعم. كنت عم أقول بما أنه فينود ترفع، فينود كنت عم فكر بما أنه أنت ترفعت وإختك عنا، لهيك كنت عم فكر أنه أعمل شوية أكل وأطلب شوي كمان من المطعم. أمي ليش لا تعذبي حالك؟ خلونا نطلع نتعشى مع بعض. لا لا، ليش لحتى نصرف كتير؟ أمي خلص بترجعك. أنا بخلكم، خلينا نطلع نغير جو، من زمان ما طلعنا تعشينا مع بعض، وانتو كمان تعالوا تعشوا معنا منغير جو. بس كلنا؟ ايه ليش لا؟ عندكن في خطة تانية مثلا؟ لا 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 جانو، نحن ما عنا اي خطط، بس اذا كنتي مصرة رح نروح معكن على المطعم. انا رح لبس روتشي وبوني. إيه؟ استنوا تعالوا البسوا بنطلع مشوار. جانو بنتي امي، بس ركيها، روحي جهزي حالك. وليكي بدي منك شغلة، روحي لبسي سهام وساشين. يلا. ما بعرف إذا مازن وصل على البيت ولا لا، رح أتصل بمازن وأسأله. لا إذا بتصل فيه رح ينزعج، وهو قال لي مشان ما أتصل فيه. شو ساوي؟ لقيت الحل، رح أتصل بمرت عمي. كل العيال بالعالم عندهم مشاكل، كل عيلة بتلاقي في عندها مشكلة، هدول مثلنا بيضلوا يتخانقوا كل الوقت. يا سكرتيرة، وينك يا سكرتيرة؟ وين روحت هالغبية؟ ألو مرحبا، شرفتوا معكم سابيتا دامودار ديشموخ، عم تحكي. كيفك مرت عمي؟ أنا جانا. حبيبتي جانا، هي انتي؟ انا فكرت ممكن يكون معجب فيني. المهم كيفك انتي؟ وامك كمان طمنيني عنها. ماما كتير منيحة. مرت عمي كنت بدي اسألك، مازن اجا من المكتب ولا لا؟ ايه 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 اجا، هو اجا من شوي وقلت له انك رحتي على بيت اهلك وهو راح فورا. اجا على البيت وراح فورا بدون ما ياكل، حتى مع اني قلت له مشان يضلوا ياكل، بس قال انه اجته مكالمه مستعجله من المكتب ولازم يروح فورا لانه شغل مهم وما بيتاجل ابدا، وبعدين راح. شو بدي اعمل معه؟ طيب
ماشي مرت عمي، رح اتصل فيه على موبايله. ايه ما تنسي، انتبهي على حالك وانا ما بطول عليكي. ماشي باي. في شي غريب، ليش مازن ما اتصل فيني واتوصل على البيت؟ ليش شو هاد يا؟ شي مو معقول. فينود بتعرف ترتب حالك منيح، بس ما بتعرف تعمل شي تاني. ما في داعي تتمسخري مانو، أنا بعرف مسؤولياتي كتير منيح. أنا كنت رح أخلي أمي توقع لو ما جانو إجت. شو بدك ياني خليها توقع قدام جانو؟ أه؟ أنت جنيت فينود؟ أوعك تساوي هيك شي، وإلا كل شي خططنا له ببساطة رح يروح على الفاضي. أختك ما لازم تعرف شو عم نخطط أبداً. فينود، طول ما أختك قاعدة عنا ما لازم مرت عمي توقع على الورق أبداً، وإلا كل شي رح يروح من بين إيدينا. بعرف أختي أكتر منك، لهيك مستحيل أغلط هالغلطة قدامها. بس اسمعيني كتير منيح يا مانو، جانو ما لازم تعرف بالموضوع أبداً، وإلا نقل ملكية البيت على اسمك رح يضل حلم. لا فينود، ولا شي من هاد رح يصير. حلمي على الأكيد رح يتحقق. أختك جانا ومازن كمان ما فيهم يمنعوني إنه حقق الحلم تبعي، لأنه زوجتك مانو بتعرف تستخدم وتستغل الناس كتير منيح، وإنت لولاي ما فيك تعمل أي شي. هيك لكان، بس لا تساوي أي غلطة بثقتك الزايدة. لا ما رح أغلط بشي بالمرة. شو بدك إنت؟ اسمعني شو رح أقول فينود. بعد العشاء هي رح تحاول إنه تدفع، أنت لا تخليها تدفع ولا شي، لأنه نحنا رح نصير مالكين لهذا البيت كله، لهيك نحنا لازم نكون لطيفين معها. وما بيهم إذا دفعنا شوية مصاري كرمال البيت، منعتبرها حلوان. إيه طيب ماشي، بس من شان الملكية بنصحك لا تتصرفي بلطف كتير، وإلا رح يشكوا فيكي. لا فينود، هي المرة ما رح يكون في أي مشكلة، لا تقلق علي. يلا امشي. بابا شو استعمل لون لهالرسمة؟ اللون البنفسجي. بابا بابا عم ترسم مخطط لبيتنا الجديد؟ لا ابني، أنا بس عم جرب. بيتنا الجديد رح يكون أكبر من هاد. بس بابا أنا شفت بيت أكبر من يلي عم ترسمه بكتير. عن جد؟ وين شفته ابني؟ شفته بيت العم مازن. لا حبيبي، بيت عمو مازن مو أكبر. بلا بابا، عن جد بيت عمو مازن أكبر من البيت يلي أنت عم ترسمه. قلتلك مانو أكبر من بيتنا. يلا لشوف، روح نام وإلا رح طالعك برات الغرفة. درويش، ليش عم تعيط على الولد بهاي الطريقة؟ لساته صغير ما بيعرف. إلي ساعة عم اشرح له إنه ما يتدخل بشغل الكبار أبداً. خدي يلا خليه نام، وصحيح لا تخليه يجيب سيرة مازن قدامي بالمرة. أنت ليش بتعصب كتير إذا حدا جاب سيرته قدامك؟ وبالمناسبة ما لازم تطلع عصبيتك على الناس اللي حواليك. حتى أنت كمان، قلتلك ما بحب حدا يحكي عنه قدامي، فهمي بقى. وانت شو عم تساوي هون؟ يلا روح عد هنيك. ليش عم تعيطي على فارون؟ ليش؟ ما بصير عصب؟ ما بصير مو هيك؟ درويش انت ما لازم تطلع عصبيتك على حدا. فاي شو بكفي هيك، ما بدي نتخانق اليوم. ولا انا جاي على بالي هلأ اني اتجادل معك. الولد كان عم يسألك عن شي، انت ما في داعي انك تجاوبه بهالاسلوب. اي اسلوب هاد؟ شو لازم جاوبه؟ بيضل طول الوقت عم يحكي عن مازن، هذا كله لأنك بتاخديه لعندهم كذا مرة بالأسبوع. الله بيعلم شو عم يشوف هنيك، لهيك الولد عم يبالغ. هو ما عم يبالغ بكلامه درويش، أنا شفت كل شي بعيني، كان تصميمه أكبر من تصميمك بكتير. انبسطتي؟ شو كان داعي تعمل هيك؟ رح ساوي تصميم جديد،
وأكبر بكتير من التصميم تبع السيد مازن. أنت لوين رايح؟ كنت عم تقول إنه بدك تساعد بابا صح؟ يلا من بعد ما أبوك سوى كل هالفوضى أنت يلي رح تنظفها. عن جد آسفة مازن، تأخرت بس عجقة. والسيد ديكة؟ مثل العادة بيكون مشغول بشي اجتماع. أنت طلبت شي؟ لا لسه. طيب لو سمحت أنا بدي وجبة واحدة بالخضر المشكلة وشوية خبز ساخن لو سمحت. شكرا. إيه هدول آخر التصاميم مازن. أنا كنت عم فكر إنه إذا نقدر نطبقها بمشروعنا الجديد بيكون منيح. روعة، كتير حلو هالمطعم. هي أول مرة بتجي لهون؟ أنا عطول بجي لهون مع بابا وماما. تعالوا خلونا نفوت. فوتوا يلا. جانو، شو كان في داعي نجي على هيك مكان غالي كتير؟ أمي، لا تقلقي، أنا بدفع. أنتي بس كلي ولا تشغلي بالك. أخي، ليش ما عم تطلبوا الأكل؟ شو بكن اطلبوا؟ أنا رح أسأل مرت عمي، كلياتنا رح ناكل مثل ما بدها. أنا هي أول مرة بفوت على هيك مطعم كبير وفخم. خلص اطلبي أي شي على ذوقك. طيب أنا اللي رح أطلب. بدنا شوربة دجاج؟ لا لا ابني، ساشا شو عملت؟ أمي أنا رح روح أغسل له. جانو استني، أنا رح أغسل له. تعا ساشا، أنت مو معقول. جانو شو أخبارك؟ كيفك أنت وزوجك؟ شو كان عم بيصير ببيتك آخر فترة؟ والله يا مانو كل أمورنا تمام. ومازن شو أخباره؟ كمان مازن منيح، بس هالفترة كتير مضغوط بالشغل. ايه جانو طبعا انا بعرف كتير منيح انه هو مشغول كتير. فيني اسألك سؤال؟ ايه تفضلي اسألي. بصراحة انا كنت بدي اسألك اذا عن جد كل شي تمام بينك وبين مازن؟ في مشاكل بيناتكم؟ ليش عم تسألي هالأسئلة مانو؟ شغلتي لي بالي. لا هو بصراحة عم بسأل لأنك إجيتي لهون على العشاء ومازن مانو معك هون. مازن بهذا الوقت ممكن يكون بشغله، بيكون بالمكتب عم يشتغل. قلت لك كتير مضغوط هالفترة. عن جد؟ ليش لا؟ وقت شغله يكون منيح وبفيده وعم يكسب منه كتير، ليش لحتى يجي معنا على العشاء؟ صح؟ لحظة شوي مرت أخي، وضحي كلامك لو سمحتي، لا تشوشيني أكتر. بدك وضح كلامي؟ طلعي لوراكي. ها؟ طلعي لوراكي. هداك هو مكتب مازن؟ قررت جانا؟ مرحبا جانا. أهلا، شو هالمفاجأة الحلوة؟
مرت عمي كيفك؟ الحمد لله، منيح انك اجيت ابني، كنا مشتاقين لك كتير. تعال اقعد، اقعد معنا نتعشى سوا. ايه فكرة كتير حلوة، وبما اني انا مو متعشية مع عائلتي اليوم بسبب عجقة الشغل فرح اتعشى معكم. انا بصراحة مرت عمي كان بدي احكي مع جهنة شوي. ايه ابني اقعد هون وفيكن تحكوا براحتكم. لا مو هيك. مو مشكلة، خليوني يروحوا يمكن يكون حديث خاص. طيب ماشي روحوا، انا رح دير بالي على سوهام. مرحبا. جانا فهميني شو هاد، إذا كان بدك تروحي على بيت أهلك كان لازم تقليلي، أنا ما كنت رح أمنعك تروحي. مازن أنا تركت لك رسالة بغرفتنا وكتبت فيها كل شيء. جانا ما كان في رسالة، أصلاً ما في داعي تكتبيلي رسالة، كان فيكي أنت تتصلي فيني. مازن أنا اتصلت فيك أكثر من مرة بس موبايلك كان مسكر. موبايلي بس كان مسكر الظهر، بس أنا بعدين فتحته. مازن أنا فكرت إنه ما لازم أزعجك، والصراحة أنت قلت لي مبارح إنه رح تكون مشغول وموبايلك رح يكون مسكر، لهيك أنا ما رجعت دقيت لك مرة تانية. بس مازن أنت حتى ما اتصلت فيني. مرت عمي اللي قالت لي إنك وصلت على البيت وطلعت، ما كان بدي دق وإزعجك. حبيبتي جانا من وين بده يجي الإزعاج؟ ما أنت دائما بتتصلي فيني. أنا كنت كتير متوتر من تصرفاتك، صايرة كتير غريبة وأنا على طول عم فكر وخايف إنك تكوني مزعوجة مني. لا مازن أنت فهمان غلط، صاير أناني وما بتفكر غير بحالك، وأنا شو؟ كان كتير مشغول بالي عليك، بس أنت إجيت على البيت متأخر كتير ورجعت اليوم، رحت على المكتب بدون ما تخبرني وبلا فطور، وبعد ما رجعت على البيت طلعت مرة تانية. مازن حتى أنت ما أكلت، كنت عم تخطط تاكل هون وكان لازم تقلي، على القليلة ما كانت مرت أخي مانو ضايقتني. أنا ما أجيت لهون لحتى أكل، المدام أشنا اتصلت فيني مشان أجي لأنه في شغل كتير ضروري، وأنا شو بعرفني إنكم أنتوا رح تكونوا هون. خلص انسى مازن، ما عاد بدي أحكي بالموضوع، بيكونوا ناطريننا على العشاء، امشي. لمشاهدة المزيد من الحلقات يمكنكم الاشتراك في قناتنا وتفعيل الإشعارات لتكونوا أول من يشاهدها.